مشهور صحابي كرام رضي الله تعالى عنهما كمختصر تعارف. نمبر 1 حضرت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم عبد الله كنية أبو بكر، لقب صديق عتيق، ولادة 50 قبل هجري، والد عثمان، والدة سلمى، بيشة تجارة وسياسة، وفاة سنة 13 هجري. مرويات 142. نمبر 2 حضرت عمر رضي الله تعالى عنه. نعم عمر كنية أبو عبد الله، لقب فاروق، ولادة 40 قبل هجري، والد خطاب بن نفيل، والدة ختمة بنت هشام، بيشة جهاد وسياسة، وفاة 23 هجري. مرويات 537. نمبر 3 حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم عثمان كنية أبو عمر أو أبو عبد الله، لقب ذو النورين، ولادة 43 قبل هجري، والد عفان، والدة أروي، بيشة تجارة، وفاة 35 هجري. مرويات 146. نمبر 4 حضرت علي رضي الله تعالى عنه. نعم علي رضي الله تعالى عنه كنية أبو الحسن وأبو تراب، لقب أسد الله ومرتضى، ولادة 23 قبل نبوة، والد عمران يعني أبو طالب، والدة فاطمة، بيشة جهاد، وفاة 40 هجري. مرويات 500.